السلام عليكم. الحقد والحسد والكراهية سبب أول جريمة في تاريخ البشرية، وستظل مثل هذه الأسباب سبب لبعض الجرائم حتى تفنى البشرية. الهدف من الموضوع الذي سأتطرق إليه ليس هو ذم الحساد والحاقدين، لأن النفس أمارة بالسوء، إنما الهدف هو الاستدراك أو أن يراجعوا أنفسهم حتى لا يقعوا في الفساد أو الظلم. أسباب الحقد والحسد والكراهية تعود إلى النعم التي أنعم بها الله سبحانه وتعالى على بعض من عباده، أي فضلهم عن الآخرين، وهذه النعم تؤتى من الله ولا تكتسب بالعلم أو الاجتهاد، كالنبوءة بما فيها علم الغيب أو الحكمة أو القيام بمهمة مقدسة كالرسل أو التمتع بصفات فيزيولوجية أو مورفولوجية أو أن يكون الشخص محبوبا عند الله أو بين الناس. هناك أسباب أخرى كعجز الشخص الذي يفتقر إلى المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية في اكتساب الوسائل الدنيوية كالعلم والمال والبنون بسبب ظروف قاهرة أو كسله، فمن المحتمل بسبب ضعف الإرادة والنزعة الميالة للخير والتقوى وقلة الحيلة أن يلجأ إلى تدمير تلك الوسائل الدنيوية، فبالتالي تدمير مالكها. هناك أسباب أخرى اجتماعية ونفسية كاجتهاد الشخص في اكتساب الوسائل الدنيوية والنجاح في الحصول عليها، إلا أنه يرغب في الانفراد بها لوحده في المجتمع وأن يتلذذ برؤية الآخرين عاجزين على الوصول إلى ما فيه هو من نعم عن طريق الترويج على أن نجاحهم أمر غير ممكن، أي بانتقاد كل اجتهاد أو تسفيه صاحبه. هناك أسباب أخرى كالجهل بالأمور التي يخوض فيها الشخص، مثلا كأن يدعو الناس إلى اتباع فكر معين أو اعتناق دين ما، فتطغى عواطفه الحاقدة والحاسدة والكارهة للناس والخير على علمه الشحيح بالأمور وافتقاره للحجة والبرهان، فيكون خطابا سطحيا محرضا على الكراهية، فللأسف يجد فيه البعض ذاتهم وهم قلة. بفضل من الله سبحانه وتعالى أعرف تقريبا جميع أنواع الحساد والحاقدين وخلفياتهم السيكولوجية، لكنني لن أتطرق إلى ذكر باقي الأنواع حتى لا يعرف كيفية القضاء على الأنواع الأخرى الخيرة. كلما زادت الجهود التي تدعو إلى التعايش واحترام حقوق الآخرين وإعمال العقل في كافة شؤون الحياة ونقاشها والدعوة إلى الخير، قلت أسباب الظلم الناتجة عن الحقد والحسد والكراهية. السلام عليكم.